مرة تانية حديثنا متواصل عن التكنولوجيا واستخدامات التكنولوجيا المختلفة. احنا مش بس بنتكلم عن الأخبار ومصادرها وممكن يكون في أخبار مشوهة أو مزيفة أو فيها بعض الحقائق وبيتم عليها المزيد والمزيد من الأخبار المزيفة أو الغير صحيحة وبيتم تداولها لقلة الوعي بصحة هذه الأخبار أو مصدر نقلها. المرة دي بنتكلم عن الصورة الحقيقة، الصورة كمان بيتم تزييفها بشكل كبير جدا واحنا بنتعرض لها سواء على المستوى الشخصي او على المستوى العام. امبارح السوشيال ميديا نقلت عبر منصاتها المختلفة صورة كبيرة جدا لحادث، كما قيل في التعليق على الصورة انه حادث على الطريق الدائري في منطقة الرماية وكان في عدد كبير جدا من العربات. بالتدقيق في الصورة ومن المتخصصين لقوا ان العربيات الموجودة ما عليهاش الاسماء مكتوبة باللغة العربية، عربيات الشرطة الموجودة لها لون مختلف عن العربيات الشرطة الخاصة بينا واللي اعتدنا عليها في الداخل. أي حال هو نوع من الفبركة ونوع من الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، لكن المشكلة إن تم نشر الصورة على أكثر من موقع وتم تداولها بشكل كبير جدا. إزاي نقدر إن احنا نتفادى اللي بيحصل من الفبركة وإزاي أكون واعية إن أنا عارفة إن ده مزيف ولا صحيح؟ طبعا مشكلة كبيرة جدا. امبارح كلنا تابعنا كده بأسى شديد الحادث اللي حصل على الدائري، حادث مؤسف بكل المقاييس، لكن المؤسف أيضا كمان فكرة الفبركة، صورة تم تداولها بشكل واسع جدا على منصات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، صورة مرعبة إنه يعني في شيء كبير جدا وحادث كبير جدا. طبعا حصل تشويه وتعديل للصورة دي، فكرة الأخبار المزيفة أو الفيك أو غيرها من الأخبار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ده سؤال مهم جدا عايزين نعرف إجابته مع ضيفنا دكتور وائل بدوي، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي اللي منورنا على الهواء. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. صباح النور عليك. كلنا تابعنا، كل رواد السوشيال ميديا امبارح تابعوا الصور المفبركة اللي تم تداولها عبر الصفحات عن حادث الدائري. أولا حضرتك شفت الصورة دي ازاي وإلى أي مدى تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي عشان نشر هذه الصورة، ونقدر نقول إن وراها رسالة بث حالة كده من الرعب جراء هذا الحادث، شفتها ازاي بداية؟ هو طبعا احنا لما شافها في اول مره زي اي مواطن عادي من غير او اي مشاهد عادي ما عندوش يعني بياخد الخبر على مشاعره اعصابه بيتخض وبيبدا يشوف يقول يا ده كل ده حصل. بس لما بنبدا نبص شويه في التفاصيل لو عندنا الوعي ان نحاول نتاكد بتلاحظ ان في حارات تانية وفي حاجه حواجز في النص برتقاني، وزي ما حضراتكم قلتوا في الاول هي مش بس العربيات مش مكتوب عليها بالعربي، هي شكل العربيات مش الشكل اللي موجود في مصر، ألوانها مش الألوان اللي موجودة في مصر. طبعا فكرة ان ندخل على تطبيق ذكاء صناعي ونقول له انشئ لي صورة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا ووصف شوية حاجات، والذكاء الصناعي يدخل يدور في الصور الأخرى، في صور شبيهة بالصورة دي عبارة عن انفجارات كانت حصلت في العراق وفي حتة تانية. ولو الناس بصت في الصورة من تحت هتلاقي ان العربيات دي ما ينفعش تكون اتخبطت من قدام ابدا لان السقف بتاعها نازل لتحت. ففي بعض من مقاطع هذه الصوره موجود اصلا في صور اخرى. طبعا هو السؤال الكبير، طبعا انا كمواطن عادي مش هقول يعني ما عنديش وقت كتير ان اتفحص، ازاي انا اقدر اخلي بالي؟ هو المهم ان المواطن يبقى عنده الثقافه والوعي، وده اعتقد الدور اللي حضرتك بتحاول عنده وعي ازاي يشوف الخبر الزائف والصوره الزائفه، ده مهم جدا. تمام، وده اللي احنا بنحاول نعمله من المداخله ومن البرنامج. بس في حاجه تانية برضو لازم نقولها، ان منصات التواصل الاجتماعي فيها بعض من الادوات بتمنع صور الذكاء الصناعي وبتكتب عليها لانها بتتعرف عليها بس بعد فتره من 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 تحميلها على هذه المواقع. الحاجه التانية ان هم المفروض كانوا بيقفلوا الصور اللي بتثير المشاعر السلبيه، صور الضرب، صور الناس المتعوره، صور العربيات، فكان برضو شيء غريب ان الصوره دي تظهر وتستمر وتستمر بهذا الشكل. فالحاجات دي موجوده، احنا بنستعملها بعض الساعات مش في اثاره الجدل، ولكن مثلا عايزين صوره لمقاله معينه، صوره لكتاب، حاجه كده مفيده في الاتجاه الايجابي. طبعا انا متفق مع حضرتك، هو اللي بيعمل ديت عشان ياجج او يزود المشاعر بتاعتنا هو ده نفس المجموعه او نفس الشخص اللي كل حاجه تحصل بسيطه يبدا يهول منها ويكبر منها وخلي بالكم يا جماعه والدنيا وكده.
فوجودنا في عالم الذكاء الصناعي دوت ووجود الناس على السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي لازم يبقى معاه ثقافه، لازم يبقى معاه معرفه ووعي. طيب يا دكتور السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل انا بقدر اعرف المصدر اللي عامل التشويه او التزييف ده واتتبعه ولا ما بقدرش اوصل له؟ المفروض لو في عندنا تواصل مع القواعد البيانات الخلفيه لشبكات التواصل الاجتماعي بقدر اتتبعها. لما انا كنت في بره مصر فتره وكان في تويته طلعت على المرشح الامريكي، كان في شركات بتقدر تتبع التويته دي طلعت من انهي بلد ومشت فين والساعه كام، وكان في وسائل للتتبع الكامل كان ده زمان ايام كان موجود في التويتر. والحاجات دي برضو موجوده في الفيسبوك، بس بتتطلب مننا ان تبقى الجهات الرقابيه عندنا عندها اتفاقيات خاصه معاهم عشان يقدروا يدخلوا على، ما هي طبعا مش قواعد بيانات قوي زي الناس اللي هي عارفاها، بس هي السيستم الداخلي يبدا يتبع ده مين عمل لها، مين عمل لها شير، مين عمل لها نشر، طلعت في اول مكان فين. لكن مش الفرد، صعب على الفرد ان هو يتتبع، لكن الجهات زي ما حضرتك قلت الجهات المختصه هي المفروض تتبع. الفرد شبه مستحيل، لان الفرد اللي بيقدر يعمله برضه للمعلومه تبقى كامله قدام الناس. انا ممكن ادخل كمطور او ديفلوبر انزل من الفيسبوك مثلا 10 مليون بوست، 5 مليون بوست، حاجه كده، وابدا احللهم عندي زي ما احنا بنعلم الطلاب عندنا في الكليه، بيبداوا يحللوهم ويشوفوا الكلام. بس لا، اللي انا بتكلم عليه ده بتبقى شركات نفس شركه ميتا وبتشتغل مع الاجهزه الرقابيه في الدول مش الافراد العاديه. طب دكتور وائل، الفرد بقى اللي هو بيشوف الصوره دي وممكن يعني يعمل لها شير، واحنا عندنا للاسف بنعمل ريشير او بنعيد نشر مثل هذه الصور بشكل كبير فبتنتشر يعني وبتؤدي الى زي ما حضرتك قلت حاله بث حاله من الرعب والفزع. يعني سؤال لحضرتك هنا في مفهوم مهم جدا هو مفهوم الوعي الرقمي او الثقافه الرقميه. لو طلبت من حضرتك على الهواء، أنا كمستخدم للفيسبوك أو السوشيال ميديا أو أي مواطن، أي حد بيدخل يعني العادة اليومية يتصفح صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، إيه هي الأدوات اللي أنا ممكن أتسلح بيها عشان يبقى عندي وعي أمام الخبر الزائف والصورة الزائفة؟ لأن الصورة الزائفة بيستتبعها خبر زائف كمان. ما الوعي بتاعي يتطلب أن أنا أدخل على المصدر. يعني إحنا مثلا لما بنيجي ندخل نقرأ خبر عن وزارة التعليم العالي وبيانات النجاح والسقوط وبيانات الجامعات، ما باخدهاش من الملفات او من الحسابات الشخصيه، انا باخدها من الوزاره، باخدها من وزاره الاتصالات، من المصدر الرسمي او من المصدر الرسمي. المصدر الرسمي. الحاجه الثانيه، في اماكن موثوقه، يعني مثلا الجرايد القوميه والجرايد الغير حكوميه حتى، دي مصادر موثوقه، فالمصادر الموثوقه دي لازم نرجع المعلومه لغايتها. صحيح. انما ان انا اخد صوره حد او فرد حطها واعمل لها تسجيل واقوم انا رافعها باسمي، في القانون المصري انا قد اكون برتكب جريمه وانا مش عارف، لان ده معناه اثاره الراي العام. بلبلة. صحيح. فاللي احنا بنحاول نقوله للناس انك انت حاضر لما تشوف دي حاول ما تشيرهاش الا لما تشوفها على موقع رسمي. يعني ده كمان حصل حضرتك كتير قوي بموضوع نتائج التنسيق. ده مش بس كمان كده، ده على مستوى حتى الافراد الحقيقه، لان كمان بيتم تشويه. صحيح. الصور الشخصيه وبتبقى. صحيح. بيها اثار سلبيه كتير جدا. تمام. واجتماعيه ونفسيه وكل حاجه. احنا بنشكر حضرتك شكر كبير الدكتور وائل بدوي، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باكاديميه البحث العلمي.